جمهور أغلبه شبابي ومسرح ممتلئ، مشهد اعتاد عليه جوزيف عطية في حفلاته، ولكن هذه المرة اختلف ليضيف إليه عضو جديد للجوزيف فانز. لجيتك في صوتي وحتى في سكوتي جالس مستقر، أعلام بطوع أسلم لواقع تفاعل الجمهور كمان لم يتوقف عند هذا الحد، ولكن أصروا الحضور على التقاط الصور التذكارية وكمان الصعود على المسرح والرقص معاه. الحفلة أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الميرادور اللي أقيمت بطرابلس، واللي بتأتي ضمن مجموعة من الحفلات اللي بيحييها عطية في أرجاء الوطن العربي. إيه المبسوط إني موجود معكم بالليل الحلوة، بتجنن وتاخدوا العقل. نشكر الله، يعني أول شيء محبة الناس، شو بدي أحكي؟ هلا بعدني نتنزل على المسرح ويعني مغمور، فكتير مبسوط بردة الفعل، كتير حلوين الحفلات. قفلناها بلبنان بحفلة تاخذ العمر، قبل كنا بسوريا، قبل كنا بالأردن، كمان حفلات بجنن وبياخذوا العقل، والحمد لله اليوم شفته. الحمد لله الحمد لله. جوزيف بيعود بالديرتي لوك بعد ظهوره في أكتر من مناسبة بالبليتش بلوند هير اللي ظهر بيه في كليب حلوين، واللي كلمنا عن أسباب عودته ليه. أشقر بده شغل، بده يصير كل ما يطلع وبده روح أرجع أشقرهم، مشروع يعني. شيلهم أهين. كمان عطية كلمنا عن آخر كليباته اللي تعاون فيها مع فضيل وحققت أكتر من 1.5 مليون مشاهدة على يوتيوب لحد دلوقتي. تقينا بدبي ومن وراها هيك كانت عفوية، وطلعنا بقرار انه نعمل غنية، وكل شيء كان عفوي، يعني الاغنية كانت سريعة ودغري نفذناها. وفي الختام تدافع الجمهور على جوزيف، واللي وجد صعوبة كبيرة في الخروج من المسرح.